السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تغطية جديدة لقناتكم معي مراسل. اليوم وبعد 5 سنوات من مجزرة الساعة في مدينة حمص الأبية. اليوم ومن قبل 5 سنوات تقريبا في اعتصام للسوريين في مدينة حمص، الاعتصام الذي تجاوز 4000 والذي قمعته قوات النظام السوري في منتهى الوحشية، في منتهى الإرهاب، في منتهى تجاوزه للقوانين الدولية التي هي فعليا تحميه. وكما نرى في ساحة الساعة، واليوم وبعد 5 سنوات الأبطال أنفسهم الذين قاموا في هذا الوقفة الحرة الجريئة البريئة تعاد في مدينة فيينا، ونلتقي مع الشباب الذين قاموا بصناعة هذا المسال وقاموا بعمل هذه الوقفة الرائعة ليعبروا للعالم أجمع عن سلميتهم، ليعبروا العالم أجمع عن حقوقهم، عن الشيء الذي يطلبون به. نستضيف معنا الأخ عبد الله من مدينة حمص. أخ عبد الله، أنت كنت وقت المجزرة كنت موجود في مدينة حمص، شو فيك تحكي لنا بالشيء اللي أنت شفته في هذاك الوقت؟ اللي شفته واللي صار واللي حصل ما في كلام يقدر يعبر لك يا عليه، لأنه طلعنا نحن ناس نطالب بأبسط حقوقنا، أبسط الحقوق لإلنا هي الحرية، تعبير عن الرأي. ما طلبنا لا بسلاح، لا طلبنا بأي شيء، ولا كان في ما كان في عن معنى غير الطبل والمزمار وأصواتنا وهتافات الشباب الأبرياء اللي سقطت يوم المجزرة وبعد المجزرة. هو قام النظام وعناصره وكثير من شبيحته قاموا بإطلاق النار وتداولنا بالسلاح وأوسوا على الناس اللي كانت واقفة متظاهرة لبعد منتصف الليل الساعة 12 بالليل. هو قاموا بعد الساعة 1:15 الساعة 2 إلى ربع بالضبط قاموا بإطلاق النار على تجمع تجاوز 5-6 آلاف. هو كان في الصباح أكثر من 20,000، بس ليلاً أنه هو مركز المديني والبيوت قريبة عليه كله، هو قام بإطلاق النار على الناس وزتن قتلى وجرحى بكل إرهاب، بكل إرهاب وحشية قام بها. ومعنا الأخ أيضاً الذي كان حاضر في مجزرة الساعة. أخي بلال منك من باب هود. نعم أخ بلال، كما وصف أخوك عبد الله الشيء الذي رآه أو الشيء الذي عاشه في مجزرة الساعة، أنت كشاهد عيان عن ما حصل، ماذا تستطيع أن تتحدث لنا بعد 5 سنوات من هذه المجزرة في منتصف العاصمة الأوروبية فيينا؟ نحن هاي ذكرى يا الشهداء يلي سقطوا بجامع المريجي، يلي نحن طلعنا اعتصمنا من أجلهم بحمص، وكان هو يوم الاعتصام، وهذا يوم ذكرى إن شاء الله رب العالمين يتقبل دم هالشهداء وهيك يتقبلنا من الصالحين. نحنا هالذكرى هاي عزيزة على قلبنا كثير. كنا طالعين نحنا بتشييد 6 شهداء من جامع الكبير على جبانة الكتيب، أمنا بالدفن ورجعنا اعتصمنا كرامة لدم الشهداء عند الساعة، واعتصام الساعة قام على هذا الأساس بأغصان الزيتون، والساعة 12 بالليل حصلت المجزرة يلي هي كل الناس تعرفها، وقاموا بالاعتقالات وانفقد نهارتها ما يقارب 300 شخص من أهل حمص فقط، من عدا اللي نزلوا من رغيف أهل حمص وغيره، وعتقلنا بعد منا وشفنا بالاعتقالات الشيء العذاب يلي ما حد يشافه نهائيا. هل تذكرون أخ عبد الله وأخ بلال، هل تذكرون أي شيء كان من المتظاهرين السلميين من الدفاع عن أنفسهم بسلاح؟ هل رأيتم أي شيء ولو على سبيل المثال على الأهون سبب أن المتظاهرون السلميون قاموا بالتهجم على قوات الأمن؟ نعم قاموا بالتهجم على قوات الأمن بأصواتهم وأيديهم وأيديهم الفارغة. واضح. لا يوجد سلاح أبيض ولا يوجد حتى مجرد ورق مكتوب عليه طالبنا بالحرية، هذا كل كان موجود وكله موثق بفيديوهات ونبس على النت وعلى اليوتيوب. والدول والمجلس ودول العالم والأمم المتحدة كلها شافت هالشيء، ورغم هالشيء
حصلنا على تخاذل دولي وصار اللعب علينا سياسيا وليس انسانيا، بغض النظر عن الاديان ولا الانتساب الديني ولا المذهبي ولا اي شيء. نحن ليس قضيه سياسيه، نحن قضيه حريه، قضيه انسانيه، قضيه انسانيه بكل المعنى، لانه من خرج، خرج الدرزي والسني والعلوي، حتى علويين خرجوا والمسيحيين، جميع فئات الشعب كنا موجودين وقاعدين عم ناكل. وكان اعتصام الساعه هو عباره بس عن استنكار لما حصل بقتل 7 أشخاص عن جامع المريجي مجرد لأن طلبوا بس بالحرية. بأي ذنب يعني؟ ونحن هلأ صرنا 5 سنوات برات البلد وبرات وطننا متشردين. أنا صرت متهجر أكثر من 5 بلدان 4 بلدان وهلأ وصلت لهون لفيينا. ما من حق إن بلدي إن يكون بأمان بأي حق يعني؟ لا عندي احتلال، دخل علينا الاحتلال الروسي والإيراني وحسن زميرة، ما بقى حد إلا ما احتل علينا. واضح. أخ بلال، كيف ترى ما صنعتوه أنتم ومجسم الساعة، وكيف ترون انعكاسه أو تعبيره عن الثورة السورية أو تعبيره عن ما متطلبات الشعب السوري الحر؟ كيف ترى هذا الشيء الذي قمتم به أو ما كنتم تقصدون فيه بالضبط؟ نحن يعني أنه سلميين وتسكار ما يا مجزرة الساعة، ونحن ما طلعنا إلا بغصان الزيتون وما طلعنا بأي شيء، لا اسم سلاح ولا أي شيء. هن قاموا باعتداءنا بالسلاح، وهذا شيء صغير ساويناه، ونحن باغات سوريا، نحن مقصرين بحق سوريا كتير، ونحن ما بنعرف يعني تعبير أكثر من هيك، يعني لساننا عاجز عن التعبير أكثر من هيك. وأهلنا بسوريا ما بنقول إلا الله يكون معهم، الدنيا كلها والعالم كله أنه صار عليهم. نحن ما قدرنا نساوي إلا هالمجسم هذا، ونقدمه يا أهل حمص، ونقدمه يا أهل سوريا كلها بأجمعه، ونقدمه يا الشهداء ويا أم الشهداء ويا أهل الشهداء، والله هيك يتقبل شهدائنا يا رب. وإن شاء الله ثورتنا ناجحة، لأن نحن صاحبين حق، نحن صاحبين قضية، نحن لا لنا غرباء عن البلد ولا اعتزنا حد مشان يجي على البلد. نحن صاحبين الأرض ونحن صاحبين الأساس، وإن شاء الله نحن راجعين على سوريا بأقرب وقت كان. نحن ما نتخلى لا عن بلدنا ولا نتخلى عن شعبنا. إن شاء الله راجعين. نحن هجرنا ولا هاجرنا، نحن هجرنا بالقوة، واعتقلنا كذا مرة حتى هجرنا. ما هجرنا من أول مرة ولا من أول اعتقال ولا من أول اقتحام، نحن هجرنا بعد اعتقال 3 مرات وبعد موت أخواتنا بالأفرع، أخواتنا يلي هني من دمنا ولحمنا، وهني كل أهل السوريين أخواتنا، وهذا الشيء شفناه بعيننا، حتى هجرنا حتى وصلنا يهون، وإن شاء الله راجعين على حمص، وإن شاء الله راجعين على سوريا بإذن الله. ومجزرة الساعة التي ذهب ضحيتها أكثر من 300 شهيد سوري تعاد يومياً، تعاد بمنتهى الأشكال، لا بل أصبحت يومياً، يا بل أصبحت هذه المجزرة لربما هي أكثر رحمة من البراميل، من الأسلحة الكيماوية، من العهر العالمي، من التغاضي العالمي على جميع أشكال مطالبة الشعب السوري لحريته. وفي النهاية نشكر تنسيقية الثورة السورية في النمسا لدعمها ولتعاونها في هذه الأعمال، وفي النهاية نشكركم لمتابعتكم معنا في كن معي مراسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا ما شاء الله.